فقرة خاصة بالجمال مثل ما قلت لكم ببداية الفقرة مع ماركة واو جاي لكم هيدي الماركة لتقدم لكم أحدث صيحات الجمال وأحدث التقنيات بعمل الشعر وهيدي الماركة جاي لكم خصيصا من بريطانيا عم بيقدموها وخلف هيدي الماركة هني كمان مصففي شعر المشاهير أول مجموعة عم نقدم لكم إياها اللي عم بتشوفوها قدامكم وهي خاصة لتغطية الجذور مثل ما عم نشوف قدامنا أول مجموعة واللي هي كفر أب روت بتساعدنا لحتى نغطي الشعر الشايب ولح نستعرض هيدا الشيء معكم عم نشوف كيف بيتم التغطية بطريقة كتير سهلة كتير سريعة بطريقة كتير عملية ما في داعي أبداً نعرض شعرنا للكيماويات وهلأ كمان بفضل الهايلايتس اللي عم نقدمه لكم ياهن فيكن تعملوا هايلايت بطريقة كتير سريعة بتكون كمان ما تعرضوا شعركم لكيمائيات وأيضاً تضروا بالشعر وكمان عم نقدم لكم مجموعة خاصة لتصفيف الشعر واللي هي جاية لكم من منتجين عنا Raise the Root وعنا Pop and Lock هيدول المنتجين بيساعدوكم Raise the Root انه يرفعوا عنا جذور الشعر لا يعطونا لوك ولا أحلى وعنا Pop and Lock مثل ما هلأ عم نشوف بيعطينا لمعة بتعقد للشعر مظهر صحي بيشتغل على قلب الشعرة وكمان على الشعرة من برا لحتى يكون مظهر الصحي من الجذور لحتى الأطراف بيسعدني كثير ارجع من جديد اعرفكم بضيوفي اللي جايين خصيصا من بريطانيا معي بهيدي الفقره جايلز واللي هو رئيس قسم التدريب وايضا رئيس قسم التعليم بكالر واو ويلكم ريلي هابي تو هاف يو وكمان معي موجود كيفن واللي هو رئيس الابداع بشركه كالر واو هاي كيفن هاي فيري اكسايتد تو هاف يو جايز اوفر هير Discuss color wow. فإذا أعرفكم هلأ شو عم نقدم لكم بهيدي الفقرة أول شيء عم نقدمه أربع ألوان من cover up roots اللي هني عم نشوفه قدامنا لح تستعرض نحن وياكم الألوان أول لون عم نقدمه لكم وهو اللون الأسود رقم المنتج 432010 عم نقدم البني الغامق البني الفاتح وكمان عم نقدم الأشقر بأسعار سوبر سوبر تنافسية عم نقدم لكم المجموعة الثانية واللي هي الستايلينج اللي عم نشوفها هون اللي مقدمة لكم كمان من منتجين عنا بوب ان لوك للمعان ولا أحلى للشعر وكمان عم نقدم ريز ذا روت فيكم تحصلوا على الأوفر اللي عم تشوفوه قدامكم منتجات الستايلينج مع أي لون انتو بتختاروا من كفر أب ذا روت بتحصلوا كمان على خصم وعرض انتو عم بتشوفوه معكم ما رح طول عليكم اكثر رح انتقل هلا مع جايف let's introduce first the first color that we have which is the dark brown let me know more about what's so special about the texture and differentiated from the market absolutely so one of the biggest problems when you color treat your hair is when your roots come through as little as 10 days you can get dark roots and gray roots coming True. through And, you know, in the past, all there's ever been is sprays, mascaras. They don't look real, they don't feel good on the hair, that you can't get them into these intricate areas. إذن الشيء اللي كتير مميز إنه نحن بنعرف دايماً بالأسواق شو كانوا عم بيقدمولنا. كانوا عم بيقدمولنا السبريز، كانوا عم بيقدمولنا المسكارا اللي بأغلب الوقت بتلزق على الشعر، بتكون كتير مزعجة. هون عم نقدم هيدا الباودر هو معمول من معادن طبيعية، ما بيشبه أبداً أي باودر حطيناه على الشعر، لأنه بيلزق دغري على الشعر وما بينشال وما بيتأثر أبداً لا بالرطوبة ولا بالعرق، بينشال بس إذا غسلنا شعر. We'll move to Kevin now to tell us exactly how to use the product. Absolutely. So you get it in a palette like this. You take the small end of the brush and you load it up with the powder. There you go. There's the palette. Yes, please. Let's load show it up. To the camera. And you exactly. use the smaller end because there's two ends. You always use the smaller end. فإذا مثل ما بيفرجينا كيفن نحن بقلب العلبة بيجي عنا هيدي الفرشاية رح ارجع فرجيكم اياها بعد ما يعمل هو الابلكيشن الفرشاية اللي موجودة معنا مثل ما عم بيشوف كيفن انه كل اللي عليه يعمل جو اهيد كيفن انه بياخذ كمية كافية من الباودر وبيقوم بعملية التربيض مثل ما نحن عم نشوف لتغطية الجذور مين ما بيشوف هيدا الشيء وما بيقول واو يعني من البداية عم نشوف قد ايه التغطية عم بتكون كتير مثالية طريقة كتير سهلة بناخد الباودر اللي نحنا بدنا إياه. So Kevin. So there you are, small end of the brush. Wonderful. Lots of powder, and really push that into that
white hair there. إذا عم يرجع كيفن يقلنا إنه مناخد كمية كافية من الباودر ومنقوم بعملية البوش أو التربيد على الشعر لحتى نتأكد 100% إنه جذور عنا عم تتغطى بطريقة مثالية. We can clearly see before and after. عم نشوف كيف التغطية كانت مثالية, كيف عم بيكون في انسيابية كتير على اللون. Back to you, Giles, while Kevin is doing the demonstration. What's really lovely, it's that you can see that the colors that we have can really goes with different shades of hair. That's right, they're very multi-pigmented, okay? So it's very easy to blend. And this is the dark brown that Kevin is using here. So you've really got to make sure that your hair is that kind of dark brown, but it really will cover a big cross-section of browns. We also have a black in the kit, and that is specifically if your hair is really black. إذا هون عم بيقول إنه نحن عم نستخدم البني الغامق لكل سيدة هي من تدرجات البني بتقدر تحصل على هيدا اللون, ولكن عم نقدم كمان اللي أغمق منه واللي هو الأسود, وعم نشوف clearly a day before and after. Let's move to the second sure. color that we have. Go ahead. Absolutely. Yes. It's important to say that this stays on until you next shampoo your hair. Yes. So even if you get caught in the rain, if you go outside and it's hot and you sweat and you have it in these areas here, it's not going to run and it's not going to transfer off onto your pillows. كمان شغلي نقطة كتير مهمة, ما بيروح من عنا هيدا اللون غير إذا نحنا حممناه بالشامبو. قبل ما ننتقل لكيفن بليز بدنا نشوف المنتج اللي نحنا عم نقدمه, وهو اللون اللي موجود معنا باللون الأشقر, وكمان رقم المنتج لإله 432-010. حكي لنا جايلز قديه هو كتير مميز لأنه بيبقى عنا لوقت ما نحمم ونحن بالشامبو, حتى لو عرقنا, حتى لو صار أي شيء, وكنا حاطينه على المنطقة اللي بتكون موجودة هون, ما في شيء أبدا بينزل على وجهنا. Let's move to Kevin to show us exactly how to use and how to highlight. Exactly. So smaller end of the brush again. Tip okay. it on its side actually to get the sort of narrower end. And literally hold it down flat mm-hmm. and push that power into the roots like that. إذن عم بيقلنا كل اللي علينا نحن نعمله ناخد الريشة من الجهة الصغيرة مثل ما نحن عم نشوف, ناخد كمية كافية من الباودر ومنقوم بهيد الطريقة لنعمل الهايلايت, مش بطريقة التربيد ولكن بطريقة واللي هي زياح على الشعر بطريقة مثل ما عم نشوفها خطوط لحتى تعطينا التغطية المثالية. مين في يقدر يعمل هايلايت من دون ما يعرض شعره للكيميكلز؟ مع كولر واو فينا نعمل هيدا الشيء. فينا نعمل هايلايت, نفتح جذور الشعر, نعمل تغطية للشعر الأبيض من دون ما نعرض شعرنا لكيميكلز, والأحلى من هيدا كله إنه بيبقى اللون موجود معنا لحد ما نغسل الشعر. We want to see the before and after with you, Kevin. Okay, so you can see on this side, this is the regrowth, and this is the powder, and you can see how it completely blends with all the hair colors there, just like you've had perfect highlights. إذن كمان كيفن عم بيوضح لنا كيف اللون قدر يعمل بلندز كتير حلو مع الشعر, كأنه عن جد عاملين هايلايت على شعرنا بطريقة كتير عملية وطريقة كتير آمنة مثل ما هلأ نحن عم نشوف مع كيفن. Yes. Yes, and as you can see, it reflects. We have a light reflecting particle in all of our shades. So unlike some of the sprays in the past that look True. Very matte, and very fake, especially outside in real light. This will always look real. No one will ever know that you've covered up your roots. That's why we said it's at the beginning, it's wow. Yes. فإذا مثل ما عم نوضح لكم كمان, عم بيقلنا انه التركيبة اللي موجودة معنا من الباودر, هيدي التركيبة بقلبها عبارة عن جزيئات, هيدي الجزيئات بتقدر تعمل reflection للشعر. يعني بالعادة لما بنحط الماسكارا, لما بنحط السبراي, بتعطينا لون واحد للشعر, وبيكون بأغلب الأوقات dull, منه كتير حلو. ولكن هون عم نشوف اللمعة على الشعر بتضل اللمعة طبيعية وبيعطينا هيدا الرفلال كتير حلو لحتى يكون المظهر كتير طبيعي. عم نشوف البيفور and after. Let's move now to the third color that we have. خلونا نشوف الكولر اللي موجود معنا التالت اللي حنقدمه لألكن, واللي هو اللايت براون بالشيد اللي كتير حلو واللي مميز. رقم المنتج لإله هو 432-010 بمميزات كتير حلوة. رح نستعرض نحن وياكم الفيديو لحتى يفرجيكم الصبية اللي موجودة معنا قديه كانت عملية التغطية كتير سهلة. عم نشوف كمان بنستخدم الفرشاية من الجزء اللي تحت, بناخد كمية كافية لنحصل على التغطية اللي نحن بدنا إياها, يعني دقايق كتير قليلة, ثواني بتكوني أنت عملتي كل الرسين تاعك من دون ما تتعرضي ومن دون ما تروح
تروحي انت للصالون. What do you think? It looks phenomenal and you can see how well it blends. And now Color Wow has won 34 beauty awards worldwide. Yes. And even people now, I was at New York Fashion Week, all the journalists love it because you can use it on eyebrows. It looks fantastic. You can use it in hairlines to make your hairlines look thicker if your hair is thinning a little bit. كمان شغلة كتير مميزة إنه نحن اليوم عم نقدم لكم Color Wow. Color Wow مثل ما عم بتشوفوا وحاطين قدامكم ربحوا أكثر من 34 awards عالميين للتركيبة المميزة اللي هن عاملينها، وكمان Color Wow بيساعدنا مثل ما شفتوا لنغطي جذور الشعر، كمان عم بيوضح لنا إنه في كتير من الفاشن شوز اللي عملوهم والفاشن ويكس كانوا عم بيحطون كمان على حواجبهم ليقدروا يعملوا رسمة كتير حلوة، وكمان على الشعر اللي بيكون من قدام في منطقة خفيفة، فمنقدر نحن كمان نغطي هيدي المنطقة بكولر واو. مننتقل كمان للون الرابع اللي موجود معنا وهو اللون الأسود البلاك. كمان رقم المنتج لإله رح فرجيكم إياه. رقم المنتج لإله هو 432 و010. كمان رح نشوف نحن وياكم كيف طريقة الاستخدام للون الأبيض واللي هي اللون الأسود واللي هي بتشبه باقي. عم ناخد كمية كافية بالريشة، عم نغطي هون البياض تاع الشعر. Unbelievable. عم نشوف كيف الشعر عم تقدر عن جد عنا جذور تتغطى بطريقة كتير سهلة بعملية التربيد، وبهالطريقة بنحصل على الإطلالة اللي بدنا إياها. ما بقى في روحة على الصالونات، ما بقى في دفع للصبغة، ما بقى في أبداً تعرضوا شعركم للكيميكلز. طريقة صحية مع Color Wow. What do you think, Kevin? I think it's amazing. And look at how white her roots were. Yes. So even white roots cover. But I would say to the ladies, make sure if you choose the black that your hair is jet black. Yes. Because our dark brown is very dark. Okay. So jet black for the black. Sure. فإذا مثل ما عم بتشوفوا مثل ما استعرضنا نحن وياكم اللون الأسود اللي نحن عم نقدم لكم إياه، قلنا إنه اللون الأسود هون عم نشوف البيفور وآفتر إنه هو كان على بيعمل تغطية كتير مميزة، والحلو اللي لازم ننتبه دايما لإله إذا بدنا نختار اللون الأسود نتأكد إنه شعرنا سوبر داكن أسود، لأنه نحن كمان عم نقدم البني الغامي الدارك براون اللي كمان بيقدر يعملنا تغطية للشعر الغامي، فتأكد تماما انه شعركم اسود 100%. فاذا مثل ما شفتوا بكولر واو استعرضنا معكم اول مجموعه واللي هي كفر اب روت بطريقه كثير سهله وسريعه. عم نقدم اربع الوان، الالوان رح نرجع نستعرضها نحن وياكم. عندنا اللون الاسود 432010، البني الغامي، البني الفاتح، وعندنا كمان الاشقر. وعم نقدم مجموعة تانية بفقرة Color Wow واللي هي الستايلينج اللي موجودة معنا Pop and Lock وكمان Raise the Root. ما ننسى العرض اللي نحن عم نقدمه لكم مجموعة الستايلينج مع اللون الأسود أو البني الغامي أو حتى البني الفاتح، وكمان عندنا الأشقر. رقم المنتج 432012. للطلب والاستفسار اتصلوا بالأرقام المرادفة لبلدكم على مدار الساعة أو زوروا موقعنا citrusv.com. يمكنكم أيضاً الطلب عبر التطبيق على أبل وأندرويد. بالبداية كانت الهواتف التقليدية ومن بعدها الذكية كانت منتجات تغطية الجذور، وهلأ Color Wow مصنع بتقنية عالية من المعادن الطبيعية بيقوم بتغطية فورية لجذور الشعر بكل سهولة وأمان، بيغطي الشعر الداكن للحصول على هايلايت واو. Color Wow المنتج الثوري اللي حيغير حياتك.
الفقرة بتعقد مع ماركة بريطانية كولر واو. من خلالها عم نقدم لكم نحن مجموعة مثالية بتساعدكم لحتى تغطوا الجذور. أول مجموعة عم نقدم لكم إياها واللي هي كوفر أب روت، واللي هي كتير عملية بأربع ألوان. رح نستعرض نحن وياكم شو بتقدر تأمن لكم هيدي المجموعة. بتغطي جذور الشعر، جذور الشعر البيضة، لحتى تقدر تساعدكم تخففوا زيارة على الصالون، تخففوا ضرر على شعركم من الصبغة، تحصلوا على كل شيء واو. ومن خلال الألوان فيكم تعملوا هايلايت. مين في يعمل هايلايت من دون ما يعرض شعره للكيميكلز؟ مع كولر واو بتقدروا تعملوا هيدا الشيء. ما ننسى كمان المجموعة الثانية اللي عم نقدم لكم إياها واللي هي لتصفيف الشعر. عندنا ريز ذا روت اللي بيساعدنا لحتى نعطي فوليوم كتير حلو لجذور الشعر، وعندنا كمان بوب اند لوك بيساعدنا لحتى يعطي ترطيب للشعر، بيحبس ترطيب الشعر، بيعطينا لمعة كتير حلوة من الجذور لحتى الأطراف. وعم نشوف اللوك الصحي اللي بتقدر منتجات كولر واو تعطينا إياه. من جديد رح استعرض نحن وياكم الأربع ألوان اللي عم نقدم لكم إياها. عندنا بكفر أب ذا روت أربع ألوان نستعرضها نحن وياكم. أول لون موجود معنا وهو اللون الأسود، رقم المنتج لإله هو 4320010. وعندنا كمان البني الفاتح الأشقر والبني الغامق أكيد اللي شفناه، وكمان عندنا مجموعة اللي هي الستايلينج ريز ذا روت بابا لوك، فيكم تحصلوا عليها كمان مجموعة الستايلينج مع أي لون من كوفر أب روت. عندنا ستايلينج مع الأسود 4320012 مع البني الغامق أو مع البني الفاتح أو مع الأشقر. رقم المجموعة 4320012 بسعر سوبر 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 تنافسي. خلونا هلا ننتقل على أول منتج موجود معنا Raise the Root. The one that I love and yes. I love and I love. Good. فإذا خلونا نحكي أكثر على هيدا المنتج ونتعرف أكثر على المميزات. Tell us what's so special and let's share with all the ladies the special thing about Raise the Root. Of course, yes. At Color Wow as a brand, we are dedicated to solving women's problems, you know, their hair problems. And as you can see with the Root cover-up, 34 beauty awards. We've now twinned these two products together, and what Raise the Root is going to offer you, it's going to allow you to get body in your hair, but it doesn't feel sticky and it doesn't feel crunchy. We've used a natural rosin, it comes from a tree, to give your hair, restore that bounce. فإذا الشيء الحلو واللي مميز بـ Raise the Root إنه هو بيقدر يعطينا الباونس اللي نحن بدنا إياه، البوف اللي كتير مهضوم لجذور الشعر، هيدا الشيء من خلال التركيبة اللي كتير مميزة واللي هي تركيبة كتير طبيعية بيستخلصوها كمان من الشجر. والشيء كمان اللي كتير حلو واللي مميز إنه ما بيكون الملمس عنا ستيكي، ما بيكون الملمس عنا مزعج، بالعكس بتكون الملمس الشعر كتير خفيف. ولح نشوف هيدا الشيء كمان مع كيفن ومعه كمان أنا لحتى يعرفنا exactly how to use the product. Okay, we'll take your Raise the Root, and anywhere where you have flatness on your hair or you want to create lift, you take a section, apply that to the root area all the way through your hair. You know, a lot of ladies, even when the hair's thick, it's very flat. So I've spread it on the roots like that. Okay. You can throw your hair upside down. فإذا مثل ما عم نشوف مع كمال كل اللي علينا مع كيفن كل اللي علينا نحن نعمله إنه نفرق الشعر، نرش عليه السبراي ونحاول إنه نرش السبراي على جذور الشعر، ومن بعدها نقوم نحن بتصفيف الشعر بالطريقة اللي عم يعملها كيفن. بهيدي الطريقة بنحصل على اللوك اللي نحن بدنا إياه، بنحصل على الارتفاع اللي السيدة بدها إياه. أهم شيء ما في شيء عنا عم بيكون ستيكي، ما في شيء عنا أبدا عم بيلزق على الشعر، عم ناخد اللوك اللي نحنا بدنا اياه، الفوليوم اللي نحنا بدنا اياها بطريقه كتير حلوه وعمليه. واو كيفن. And as you can see, you know, all this lift, all this incredible bounce and lift was created with Raise the Root. I think there is a before shot actually. Yes. خلونا نشوف البيفور تاع عنا لحتى نشوف الفرق بالشعر كيف موجود معنا. هون عم نروح على البيفور لعنا لحتى نشوف كيف الباونسينج صار على شعرها، كيف الترطيب كان موجود على الشعر بطريقه كثير حلوه. انا بعرف عنا من قبل. واو عنا. You're beautiful anyway with whatever comes on screen. بس ليكو عن جد
الباونس اللي قدرت تحصل عليه، الترطيب اللي هي عم تحصل عليه. Anna, could you look exactly straight to camera 4 please? Let's move to the second product. Would you like to say something? Even if you do have thick hair, you can still use it just to give a little bit of lift in the crown or at the front. I know for a fact Kevin in the John Frieda salons in London where we work, he does use these products on Queen Rania and Queen Noor. Wow. Yes, absolutely. فإذا نحن اليوم عم نقدم لكم منتجات مثل ما قلت من بداية الفقرة من مصففي المشاهير، وكمان الملكة رانيا عم بتكون هي موجودة لحتى معهم دايما وبتستخدم منتجاتهم، وكيفن هو بيقوم بتصفيف شعرها. رح نتعرف هلا على المنتج الثاني اللي موجود معنا واللي هو Pop and Lock. هيدا المنتج كتير مميز كتير حلو، رح اترك جايلز يحكينا عنه. Thank you. So we took the two biggest technologies in hair care in the last 25 years, serums and oils, and we've put the two technologies together, so the shine and the healing benefits, but it's very light on the hair. It doesn't feel greasy. So if you use an oil and your hair feels greasy, this is very different. It's very light. فإذا في شغلة كتير مهمة إنه هيدا المنتج اللي هني عاملينه منتج كتير حلو، لأنه بكل بساطة هني جامعين شغلتين كتير أساسيات كانوا كل السيدات يستخدموها، واللي هي الزيت وكمان السيروم. ولكن كنا نشوف دايما في هيك مثل ما يقول الشعر عم بيكون ملبد، ولكن هون مع بابا لوك جمعوا هيدول التقنيتين واشتغلوا على تطوير هيدي التركيبة لحتى يعطينا اللمعة اللي نحن بدنا إياها، ويعطينا كمان الفوليوم اللي نحن بدنا، يعني ما يكون هيك شيء ملبس عنا على الشعر. To you, Kevin, tell us exactly how we can use this product. Exactly. So you're going to take smells wow. Lot like that. You're going to pour two or three pumps for this kind of hair I'm going to show you. And you're yes. going to run it through your hands. Mm-hmm. And you're going to put it from the root. Okay, let's see the roots. All the way down to the tip here. Okay. Okay, but I've already done that, so I'm just going to take that off my hands. Okay. فإذا عم بيقلنا كل الطريقة اللي بدنا نعملها، إنه نحن بدنا نستخدمه من الروتس لكامل الشعر لتحت، وهو already Kevin حط هيدي البرودكت على شعر الصبية اللي موجودة معنا لضيق الوقت. I'm really want to see it and show all the viewers the before and after. Okay, so this, Zara, is the before. خلونا نطلع شوي بالكاميرا لحتى نشوف البيفور اللي موجود معنا، كيف شعرها تعبان تلفين، عم نشوف كيف الأطراف تاعيته منا كتير صحية، ما في لمعة على الشعر، ما في باونس حلو على الشعر. Yeah, so we can really tell. She color treats her hair, so it gets a little dry, gets a little crunchy. اوكي، هون صابغة شعرها كتير، فعنا الشعر عم بيكون عنا شوي ناشف وأطرافه مش صحية. Let's move to the side where we have pop and lock. And after one application of Pop and Lock, خلينا نفوت لنشوف اللمعة الحلوة. How glossy this is instantly. That's two or three pumps of Pop and Lock. عم نشوف اللمعة قد ايه كثير حلوة، الباونس على الشعر قد ايه كثير حلو، الأطراف كيف عم بيكون مظهرها كثير صحي من الجذور ولحتى الأطراف، واللمعة أهم شيء اللمعة الكثير حلوة. 75% من تركيبة بابا لوك بتشتغل على قلب الشعرة، بتحفظ الرطوبة، بتعطيها التغذية اللي نحن بدنا إياها، وعندنا 25% بتعطينا اللمعة اللي نحن بدنا إياها على الشعر، المظهر اللي كثير حلو وكثير صحة وصحي. فإذا هلا خلونا من جديد ذكركم بالمجموعات اللي نحن عم نقدم لكم إياها. Thank you very much, Kevin. Thank you, Jazz. Thank It was you really so nice much. Having you. لأرجع ذكركم شو عم نقدم لكم بهيدي الفقرة. أول مجموعة قدمناها من Color Wow واللي هي Cover Up Root، جاي لكم بأربع ألوان. من جديد نستعرض هيدي الألوان، اللون الأسود، رقم المنتج 432010، بني غامق، بني فاتح، وعنا الأشقر. وكمان قدمنا من Color Wow مجموعة ولا أحلى لتصفيف الشعر لكل صبية حابة تعطي كثافة لجذور الشعر، لمعة حلوة لشعرها تحبس الرطوبة. عنا الستايلينج، لرقم المنتج لألا، هون عم نستعرض الستايلينج مع العرض اللي عم نقدمه، ستايلينج مع اللون الأسود، البني الغامق، البني الفاتح، وكمان الأشقر. وفيكم تحصلوا على الستايلينج كيت اللي نحن هون عم نقدمها لحالة، رقم المنتج لها هو 432-662. بتشكر متابعتكم لإلي بهيدي الفقرة اللي كانت سوبر واو مع ماركة واللي هي Color Wow. أعجبكم المنتج؟ اضغط على إضافة في السلة.